من الجزائر الآن لازم ترجع إلى الدور تاعها اللي كان في السبعينات والثمانينات، يعني تصبح لاميك تاع 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 لي موفمون ايديولوجيست ريفوليسيونير. الآن إذا استطعت أن تشمل اللجنة العربية بكاملها، يعني ممكن فيه تعامل وفيه ممكن ديزاكسيون فعالية كونكريت بالنسبة للمسائل العالم العربي. أنا نقول إن شاء الله يربحوا على الجزائر بما أن تاريخ اندلاع الثورة نتاع الجزائر، وأنا نقول العرب كلهم اتحدوا ورئيس تبون يعني خدا يعني فكرة ما شاء الله اللي تقدر تلم الشمل نتاع، بما أن احنا رانا في لم الشمل والكلمة راهي قوية، ولما الشمل العرب أنا نقول تفيد وتفيدنا كامل. يعني كي نتكلموا على البلد العرب الجزائر، نتكلموا على فلسطين، نتكلموا على الصحراء الغربية، نتكلموا على إفريقيا، نتكلموا كاين أكيد جاء بلاد الجزائر ما شاء الله راهم يرحبوا بهم وراهم يوجدوا في الشيء هذا اللي يعني يشوفوا فيه. ان شاء الله تخرج بنتيجه مليحه، وان شاء الله العرب فريتي يديروا كما داروا بلاد الواحد اخرين متقدمين على لا الجزائر فيها كل خير، فيها كل كاع راهم يحمد بها الجزائر، كاع بلدان كاع يدخلوا عندنا لهنا. وهذا ان شاء الله ان الجزائر مع الرئيس الجديد مع يعني الاكيب الجديده ممكن يعني تصبح عندها صوت، تصبح عندها يعني استراتيجيه لهذه المسائل هذه. إذن مع الدبلوماسية الجزائرية تاريخيا معروفة بقوتها، وحنا تقريبا مانيش متفائل 100%، مانيش متشائم يعني، ولكني إن شاء الله تعطي نتيجة ونخرجوا من هذه الدوامة تاع لي بوت بانانا، كل واحد يلوح قشرة الموز لصاحبه ونبقوا ندوروا في فرق. وهنا على آخر صيحة لنقطة الاجتماع، إلى هنا أشير بأن قمة الدول العربية لا تجتمع على صفات أساسية وعلى رأسها الإرادة السياسية وكذا مكافحة الجوع وبناء الاقتصاد وتقدم الأمم.